Victoria? ألو اتفضلي يا زهرة. دكتورة، بس بدي أسألك، حطيتيني حضور ولا لأ؟ أي حبيبتي اطمني. تمام دكتورة، شكرا ليه لا؟ لك. والشكر لله. خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع في لقائنا اليوم إن شاء الله، نكمل كلامنا. اتفقنا ان احنا عندنا اكتر من كلاسيفيكيشن للفاتس، اتكلمنا منها عن الليبيد او الليبيدات، واتكلمنا عن الترايجلسرايدز، واتكلمنا عن الفاتي اسيدز اللي هي الاحماض الدهنيه. ترجع على حسب مصدرها لفكره الساتوريشن، هي بتنقسم طبقا للساتوريشن طب للساتوريتد والانساتوريتد او النون ساتوريتد فاتي اسيد. الساتوريتد فاتي اسيد او فكره الساتوريشن هي المقصود بيها ان الاحماض الدهنيه اللي هي فيلد ويز هيدروجين، فيلد اوف ويز هيدروجين. هذه الاحماض الدهنيه المشبعه هي مني من الاطعمه اللي من مصدر حيواني، فيما عدا من الزيوت النباتيه عندي زيت النخيل وزيت جوز الهند. الساتوريتد فاتي اسيد هذه الفئه من الاحماض الدهنيه اللي هي الاحماض الدهنيه المشبعه هي ليها او تمثل ريسك فاكتور على صحه الفرد. طيب الساتوريتد فات او فاتي اسيد افات ذات كونتين اونلي ساتوريتد فاتي اسيد السوليد سوليد ات روم تمبرتشر. الاحماض الدهنيه المشبعه اللي هي زي ما اتفقنا خواصها بما انها فيلد ويز هيدروجين فهي تتسم بالخواص التاليه ان هي هيفير ودنسر وسوليد. زي قلنا زي ايه؟ زي الدهون الواضحه والصريحه عندي المرئيه رؤى العين اللي موجوده حوالين قطعه اللحم. طيب اذا حاله الساتوريتد فات هي حاله صلبه سوليد ات روم تمبرتشر في درجه حراره الجو العاديه، يعني في درجه حراره الغرفه او المكان اللي احنا فيه ده قوامهم. And comes chiefly from animal food product. ومصدرها اساسا زي ما احنا اتفقنا من الاطعمه الحيوانيه او مصدر حيواني. امثله some examples of saturated fat are butter. الزبد، الزبده، lard، meat fat، الدهون اللي حوالين اللحم، البالم اويل، زيت النخيل، الكوكونات اويل، زيت جوز الهند. الساتوريتد فات tends to raise the level of cholesterol. خطورتها في ايه بقى زي ما احنا اتفقنا؟ هي تكمن خطورتها في انها بتاثر على صحه الفرد. ان التاثير ده جاي ازاي؟ ان استهلاكها يؤدي لزياده او رفع مستوى الكوليسترول. ايه هو الكوليسترول؟ برضو نوعيه من الدهون اللي من مصدر حيواني او اللي بتعتمد على اطعمه من مصدر حيواني لانها بتتكون داخل انسجه الحيوانات. تمام؟ والكوليسترول بمشتقاته هو في حدود كم معين له اهميه، لانه ماده بناء داخل في تكوين او في تركيب الاغشيه المبطنه للخلايا، ولكن خطورته مع ارتفاع مستواه في الدم بالاخص النوع الضار. عندي الكوليسترول في منه ال HDL وفي منه ال LDL اللي هو الكوليسترول هنتكلم فيه برضه. الكوليسترول النافع والضار، خطورة الكوليسترول بالأخص الضار منه حينما يرتفع مستواه في الدم. يبقى الهاي كونسنتريشن ان ذا بلاد mainly derived from animal fat in the diet are thought to promote atherosclerosis in the blood. خطورته في ايه؟ ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم لأنه بيبقى مصاحب أو بيؤدي ل ما يعرف بتصلب الأوعية الدموية أو تصلب الشرايين. طيب الانساتوريتد فاتي اسيد نوع من الاحماض الدهنيه زي ما احنا اتفقنا هو احماض دهنيه غير مشبعه. ليه؟ لانها نوت كومبليتلي فيلد ويز هيدروجين، مش معبأه او مش ممتلئه بالكامل بعنصر الهيدروجين. كان هولد از انساتوريتد فاتي اسيد اند از ا ريزلت از ليس هيفي اند ليس دنس. بما ان هذه الفئه أو التصنيفة من الأحماض الدهنية غير مشبعة فهي غير ممتلئة بعنصر الهيدروجين، فده بيخلي خواصها كالتالي: إنها أقل في الكثافة وأقل في الثقل. تمام؟ أقل ثقل وأقل كثافة.
طيب بما انها اقل في الكثافه والطول فقوامها بيكون شكله ايه؟ بيكون شكله سائل ليكويد اويل، زي الزيوت اللي هي او امثله الزيوت او الاطعمه اللي من مصدر نباتي. الزيوت دي شكلها ايه؟ اي زيت موجود عندنا، اي زيت نباتي فيما عدا زيت جوز الهند او غير زيت جوز الهند وزيت النخيل شكله ايه وهو موجود عندنا داخل مطبخنا؟ سايل، حالته العاديه بدرجه حراره الجو العاديه، هو اقل صلابه واقل كثافه وسايل. فاذا الاطعمه اللي من مصدر نباتي الدهون اللي فيها هي unsaturated fatty acid فيما عدا زيت النخيل وزيت جوز الهند، ده اللي احنا اكدنا عليه. وبالتالي هاب تو ريديوس هيلث ريسك، وهذا النوع من الدهون هو تاثيره على الصحه اقل خطوره من الاحماض الدهنيه المشبعه. طيب food containing unsaturated fats، هي الاطعمه اللي بتحتوي على الاحماض الدهنيه الغير مشبعه، المكسرات والافوكادو والزيوت النباتيه زي زيت فول الصويا وزيت الزيتون، كلها الزيوت النباتيه اللي الزيوت اللي من مصدر نباتي زي ما احنا اتفقنا، او الاطعمه من مصدر نباتي بتحتوي على هذه الفئه من الدهون اللي هي الاحماض الدهنيه غير مشبعه. طيب احنا اتفقنا ان تقسيمه الدهون بترجع للساتوريشن لخاصيتين، خاصيه منهم الساتوريشن درجه الاشباع بعنصر الهيدروجين، وخاصيه اخرى الاسينشياليتي. الاسينشال فاتي اسيد الاحماض الدهنيه الضروريه، هي اسينشال فاتي اسيد نوع من الاحماض الدهنيه ار فاتي اسيد ذات هيومن اند اذر انيمالز ماست انجست. هذه الاحماض الدهنيه الضروريه هو الشخص واي كائن هو في حاجه اليها، في حاجه ان هو يتزود منها لاهميتها وليه ضروريتها، بيكون ذا بادي ريكوايرز ذم فور جود هيلث، لان الشخص في حاجه اليها لان بتقوم بوظيفه، تمام؟ ولانها مطلوبه ما دام بتؤدي وظيفه فبالتالي بتساعد على انه الشخص يعني بتضمن صحه الفرد بشكل سليم. ولا بات كانوت سينسيسايز ذم، ولكن هذه الدهون لا تتكون داخل جسم الشخص او جسم الانسان. طيب اهميتها في ايه؟ او بتحافظ على صحه الفرد ازاي؟ ان الفاتي اسيد اللي هي الاسينشال فاتي اسيد سيرف امبورتنت فانكشنز، هي بتقوم بوظائف، او الاحماض الدهنيه بتقوم بوظائف مهمه. ايه هي بقى؟ ريليتد تو تيشو ستريس. احنا عمالين من البدايه خالص عمالين نقول ان الاطعمه اللي بتحتوي على الدهون هي اهم وظائفها او المين فانكشن اللي هي ليها علاقه ب مصدر مخزن من الطاقه، بلس ان هي اهميتها في انها ماده بناء لتكوين الاغشيه المبطنه للخلايا. فاذا مجموعه الخلايا اللي عندي اللي هي بتقوم الاحماض الدهنيه بتكوين الاغشيه المبطنه ليهم هي عباره عن انسجه، مجموعه الخلايا عباره عن تشو، عباره عن انسجه. فقوه الانسجه دي جايه منين؟ جايه من التركيبة الخلية أو الغشية المبطنة للخلية اللي مسؤول عنها الأحماض الدهنية. مش بس كده، كمان الفاتي أسيد ليها علاقة بالماسل ستون، القوة أو قدرة العضلة نفسها أو طبيعة العضلة. بلاد كلوتنج داخل في عملية تكوين الحفرات أو التجلط. أند هارت أكشن، ما ننساش إن إحنا لما اتكلمنا في موضوعنا اللي فات عن الهارت طول الوقت هذا الأورجن بيشتغل، بيعتمد في شغله اللي هو في البامب اللي بيحصل على المصدر المفضل ليه من الطاقة من الأحماض الدهنية. أي سؤال يا جماعة؟ أي سؤال أو استفسار؟ طيب الكوليسترول، يبقى اتكلمنا عن الليبيد، اتكلمنا عن الفاتي أسيد، اتكلمنا عن الترايجلسترايدز. الكوليسترول برضو مرادف آخر للفات. طيب كباك جراوند سريعه، هو الكوليسترول عباره عن ايه؟ ماده شمعيه، ماده دهنيه، واكسي فات، ماده شمعيه تشبه الشمع، تشبه ماده دهنيه، لايك سبستانس ذات فاوند ان اول سيلز اوف ذا بودي، موجوده في كل خلايا الجسم، اوكيرز ناتشرال ان اول انيمال فود. الكوليسترول موجود فقط في الاطعمه اللي من مصدر حيوي. تاني يبقى مصدر الدهون الاطعمه أو عفوا الكوليسترول كمادة دهنية موجود فين؟ موجود في الأطعمة اللي من مصدر حيواني
قولا واحدا. ليه؟ لانه الماده دي بتتكون فين اصلا؟ Because it's only formed or synthesized in animal tissue. لان هو بيتكون داخل انسجه الايه؟ الحيوان. There is no cholesterol in plant food. يعني ما ينفعش اقول اطعمه من مصدر نباتي فيها كوليسترول. لا. المين فود سورسز اوف كوليسترول ار ايج يول. المشكله بقى هنا ايه؟ ان من الاطعمه الغنيه بالكوليسترول وطبعا مصدر حيواني زي ما اتفقنا قولا واحدا. دكتوره بعد صوتك بيقطش. نعم. ايه يا لطفيه اتفضلي. دكتوره الصوت مو ظابط. طبعا عند حد اذنك في مشكله بالصوت. طيب ثواني اسال، ممكن في عند حد تاني، انا ما غيرتش اي شيء. في حد عنده مشكله يا جماعه زي زميلتكم اللطفيه في الصوت؟ طيب طب تابعوا كده الوضع، انا ما غيرتش اي شيء، يعني زي الوضع بالنسبه لي زي ما هو. دكتوره اتفضلي. وصل صوتي؟ نعم اتفضلي. دكتوره شيء ناديتي على اسمي أفنان وصوتك كان يقطع، فما بعرف إذا سمعتيني وأنا بقول نعم. لا أنا قلت أفنان. خلاص. طيب. لا ناديتي عليه بس الشبكة هي عندي عندك ما بتعرف. طيب خلاص خلينا بقى نعدي مرحلة الغياب. الصوت دلوقتي إيه وضعه؟ الصوت لسه بيقطع يا جماعة؟ منيح هلا. دلوقتي كويس؟ طيب خلينا مركزين، لو في أي شيء استوقفوني عشان أعرف. تاني نرجع بقى نكمل ان الكوليسترول كماده دهنيه، ايه الاطعمه اللي بتحتوي عليه؟ ايه الاطعمه اللي من مصدر حيواني فقط لانه بيتكون داخل انسجه الحيوانات. طيب ايه الاطعمه الغنيه بالكوليسترول؟ تحديدا صفار البيض. مش بس كده، اللحوم بمشتقاتها الاورجان ميتس زي اللحوم، الليفر، الكبده، الكدني، الكلاوي، الاذر ميتس. اللحوم بكل اللي حواليها ده مصدر ل او امثله على الاطعمه اللي بتحتوي على الكوليسترول بالاضافه لصفار البيض. It always small amount of cholesterol necessary for sustaining life. طب يا جماعه احنا في حاجه للكوليسترول؟ اكيد. بس قد ايه؟ لما نيجي نشيل الكميه نقول small amount، كميات بسيطه. تمام؟ ده human body synthesize indigenous cholesterol. احنا داخل اجسامنا أو بالداخل أجسامنا بتكون نوع من الكوليسترول موجود. موجود تحديدا فين؟ متوزع فين؟ موجود الاندوجينوس كوليسترول، الكوليسترول الداخلي، موجود في الليفر، ده ميجور سورس. موجود كميات من الكوليسترول في الكدني، الأدرينال كورتكس، في السكين، في الانتستين، في التستس، في الأوفرس. يبقى هنا الكوليسترول اللي جسمنا بيكونه اللي هو اسمه الكوليسترول الداخلي موجود في هذه الأورجانز. الكوليسترول احنا في تناولنا لهذا العنصر احنا محتاجين كميات بسيطة او كميات صغيرة زي ما احنا اتفقنا عشان يحقق الفانكشن اللي مطلوبة منه. ولكن خطورة الكوليسترول في زيادته بالاخص منه الضار بتكمن في انه بيبتدي يحصل ديبوزيت، بيحصل ترسيب وتجمع حوالين البلاد فيزلز وولز، حوالين او الارتيريال وولز، حوالين جدار الشرايين وجدار الاوعيه الدمويه. ده بيؤدي لايه؟ بيؤثر على الالاستيسيتي لهذه الفيزلز، بيؤثر على مرونتها. لما يؤثر الكوليسترول المتراكم حوالين جدار الاوعيه الدمويه والشرايين، اما بيتراكم حواليها بيتراكم حواليها ده بيأثر على مرونتها، وده اللي بيعني تصلب الشرايين او تصلب الاوعيه الدمويه. طيب الاندرلاين ديزيز بروسس، كل اللي بيحصل ده بالاخص للشرايين الكوروناري او بالاخص للكوروناري ارتريس، الشرايين التاجيه، ده بيؤدي لايه بقى؟ مشكلته ايه؟ ليد تو هارت اتاك. ده يؤدي لي مشاكل او ازمات قلبيه. الكوليسترول ترافل ثرو يور بلاد ستريم ان سمول باكج كولد لايبوبروتين. These باكج ار ميد اوف فات اون ذا انسايد اند بروتين اون اوتسايد. في عندي اختصارا الجزئيه دي، انا في عندي نوعين من الكوليسترول زي ما احنا اتفقنا، في ال دي ال وفي ال اتش دي ال. ال دي ال ابريفيشن لايه؟ اختصارها لايه؟
low density lipoprotein اللي هو كوليسترول اقل في الكثافه، وال HDL الهاي دنسيتي لايبوبروتين. مين فيهم الكوليسترول الضار اللي هو اللو دنسيتي لايبوبروتين اللي هو الكوليسترول اللي هو بيمثل او بيعتبر الباد كوليسترول، الكوليسترول الضار عندي اللي هو ال LDL. الهاي LDL مشكلته في ايه بقى الكوليسترول الضار؟ لما لو حد فينا عمل فحص ولا نسبته عاليه ففي الاليفيشن او هاي ال دي ال ارتفاع نسبه الكوليسترول الضار، هو ده المشكله، لانه لما بيتراكم حوالين الجدار الاوعيه الدمويه والشرايين بالاخص ومنها الشرايين التاجيه، ده اللي بيؤدي للهارت او الكاردياك اتاك. اما ال اتش دي ال الهاي دنسيتي لايبوبروتين اللي هو بيعرف بالجود كوليسترول، الكوليسترول النافع. هو ليه نافع؟ لان هو هذا النوع من الكوليسترول، هذا النوع من الكوليسترول اللي بيساعد على تخليص الجسم من الكوليسترول الضار عبر الليفر وخروجه من الجسم من خلال بيجمعه وخروجه من الجسم من خلال الليفر. طيب خلينا بنقف عند كده. اي سؤال او استفسار يا جماعه؟ اي سؤال او استفسار؟ طيب ان شاء الله لقاءنا بكره بعون الله تعالى. ألقاكم واستودعكم، ألقاكم على خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم. يعطيك العافيه دكتور. اللهم امين واياكم يا لطفي، انت وزمايلك يا رب. حبيبتي دكتوره لو سمحتي سجلتيني حضور صح؟ افلام ما تقلقيش، خلاص يا افلام والله. ده اول اسم. لاني والله حضرت. انا دكتوره امجد الصوت. توكل على الله يا امجد. اوكي دكتوره اهلا. يا رب. السلام عليكم.